مهمة وميسي ليو هو اللي يسجل هو اللي هيحتفل. ميسي بص شوف ميسي يا ولد بيعمل ايه رايحة فين؟ لا ريكو بقى ولا اندرياس بالوب ولا ديجو لوبيز ولا باراس ولا كل حراس مرمى اشبيليا يقدروا عليها. ميسي امامنا اهو ادي ليو ادي الاسطوره يضعها بشكل اسطوري في الشباك عشان تكون هو كره التعادل 1-1. بص شوف ميسي بيعمل ايه، مش معقول ده ايه.